السلام عليكم، صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. فلوق تاع نهار اليوم جبتكم معايا لواحد المركب السياحي جاي في ولايه تيبازا. البلاصه اللي جبتكم ليها واسمها المركب السياحي القريه، ولا اللي معروفه من قبل باسم السات. بزاف منكم سيرمون سامعين باسم هذا تاع السات. انا شخصيا نعرفه من 2006 2007، والعوام هادو من الاخرين غلقوا كامل هاد الكومبلكس توريستيك وداروا فيه دي طرافو رينوفاسيون جينيرال، عاودوا بدلوا كلش فيه. ودوكا نديكم البنغالو اللي راني كاري فيه، نوري لكم كيفاش داير الداخل. وهذا البنغالو، عندك طابلة 4 كراسة، طابلة صغيرة، عندك فوتاي كلي كلاك تقدر تكسلو باش يرقدو فيه، تلفزيون، وعندك كيتشينات صغيرة لهنا فيها ميكروويف فريجيدار، وشنو ما تقدر لا طيب فيها لا والو، كما تشوفهم فيهاش كامل وين طيب. هادي صال دو بان سانيتار، وهادي شومبرا فيها مكتب، وصافا واسعة ومقية. كما قلت لكم الكيتشينات هادية ما فيهاش كامل وين طيب. نهار لحقت لهنا واش درت، شريت هادية فرن صغير نطيب فيه، وكي استعملته هذاك النهار في الليل حطيته هنايا في الطاقه بارميزير سيكوريتي على الغاز كامل، ونسي جامي حطيته لهنا باش غدا من داك الصباح نعاود نجيبو ونستعملو. كان الصباح ما لقيتوش. السعر تاع ليله وحده في هاد البنغالو هو 1,050,000 الافدو، يرفد 4 عباد ودخل معاه فطور الصباح، وكاين تانيك افطروا يرفد حوالي 8 عباد، البري ديالو 1,580,000. وبالنسبه لا ريستوراسيون، كاين ريستورون لهنايا في هذا الكومبلكس، نهار تجي تكري في لا ريسيبسيون تقدر تخلص 300,000 زيادة على الشخص الواحد، تقدر تخير يا إما تفطر ولا تتعشى لهنايا. ولا هنا كاين زوج مسابح لي بيسين، وكاين بلاج بريفي خاصه بالناس اللي كيكونوا كارين لهنا عندهم لاكسيل هذيك لا بلاج. Thank you.
البحر وشوية مهول راهو بارد. البارح كان كالم بزاف على اليوم، قلت غدوة اليوم فينا المرة تهول شوية. لو كان رجليت أمر البارح خير بون هكذا تاني خلوية. لو كان ما راهوش مهول شوية نديكم حتى لهذيك بلاصة كومبلكس كوروندور. وبالنسبة للترفيه كاين سال دو سبور، كاين مسرح يحيو فيه الحفلات في الصيف، وكاين ماناج كبير يلعبوا فيه ولاد كالاس جاي في غابة صغيرة تابعة للكومبلكس. الحاجة اللي رماركيتها لهنايا هي اللي تاع الله يبارك ومام طون نقا، ما نقدرش نحكم على النقا في هاد لابيريود اللي راه كيما شفتوا كامل فارغه الحاله. نحكموا عليه كي يكون الغاشي فلاوت سيزون في الصيف، كي يجوا الغاشي لهنا لتما نشوفوا اسكو البلاصه هادي صح مقيه ولا ماشي مقيه، يعني اسكو واقفين على لا بروبريتي تاع هاد اليو. ودوكا نهضروا على الحوايج اللي ما عجبونيش لهنايا، اللي ما عجبونيش انا شخصيا، نعرف كل واحد كيفاش يشوفهم. الحاجه الاولى كي تجي كاري لهنايا في هذا الكومبلكس هذا راح يعطوك بنغالو فيه كيتشينات كوزينه صغيره كيما شفتو مقبل. المشكل اللي يقول لك ممنوع الطيب الداخل. كي تجي لهنايا اون فامي متكونه مربع عباد لي هذا الكومبلكس يوبليجيك ما تطيبش في البنغالو، تروح تاكل في الريستورون ديالهم 300 ألف شخص واحد، بين 4 راه 1,200,000، ما بزاف ناس ما راحش تخرج عليهم. انا واش درت، رحت شريت هذيك القرعه هذيك اللي قلت لكم ترفدات، رحت شريت وحده دي بانيت بها مالوريزمون لي لا وحده برك. رحت سينياليت لا ريسيبسيون قلت لهم يا ودي ها وصرا وصرا، حطيتها في الطاقه نتصبح تصبح ما لقيتهاش. قلت لهم شوفوا سقسوا لي شاد لا سيكوريتي اسكو كش واحد رفدها. 24 ساعه موراها جيت لا ريسيبسيون قلت لهم كش ما بان على القرعه غاز ديالي، قالوا لي والله ما بان والو رانا سينياليناها بيناتهم دوك نشوفوا اسكو تبان. قلت لهم دونك لهنايا نقدروا نعتبروها سرقه، قال لي ايه سرقه. شغل ما الحاجه هذه ما عطالهاش ميم با امبورطونس. والحاجه اللي رماركيتها لهنايا الله اعلم ما كاش كاميرا سيرفيونس، لو كان كاين كاميرا سيرفيونس راح تنقش شويه هاد المشاكل هذوما، راح الناس ترد بالهم ميم طون كي تبحر لك حاجه يقدروا يجبدوا شكون اللي دارها. دونك جوست ليلا دوزيام خرجنا لهنا لافيل اوروزمون قريبه رحنا تعشينا لتما. صراحه انا ما فهمتش كيفاش ينترديو الناس يطيبوا في البنغالا تاعهم الور كو كاين البلاصه اللي طيب فيها، خاص فيها غير الفرن والغاز. الحاجه الاولى ما راح تخرج على حتى واحد كي كل يوم يفطر ولا يتعشى ب 300 ألف على الشخص الواحد. دوزيامون بار اكزومبل الكا ديالي عندي دي بيبي معايا، ما نقدرش نروح للريستورون ما على باليش الطياب هذاك ليجيان كيفاش، ما نقدرش نروح ديريكت ناكل عندهم. والحاجه الدوزيام اللي ما راحش نقول لكم عجبتني ولا ما عجبتنيش، انا ماذا بيا نتوما تعطوا لي في لي كومونتير رايكم اسكو هاد الحاجه مليحه ولا ماشي مليحه. في هاد الكومبلكس هذا يسمحوا لي جان يجوا يكرو وحدهم، يعني خمسه لي جان ولا يكونوا بين سته يجوا لهاد الكومبلكس يقدروا يكرو في شالي لحد الساعه ما كاش بروبليم. المشكل راني سور بلي كاين دي فامي لي ما راحش يساعدهم الحال وحيد ديرونجيو شي من هاد الكوتي. دقيقة برك أنا ما رانيش نهضر على لي جون لي يجوا عاقلين محترمين كالم يجوزوا الفاكونس ديالهم ويروحوا، هادوك كاين دي جون تشوفهم هكذا تقول الله يبارك. راني نهضر على الفئة هادوك تاع دربوكا في البحر وجيبية الموسيقى افون تبيكا تفرمل، راني نهضر على هادوك الفئة. علاش هادوك راح تتقاسم معاهم في لابلاج راح تتلاقى بهم في لي تيران هذوك تاع الباسكت ولا تاع التنس راح تلقى بهم بارتو. دونك عباره على فوضى الديبلاصه وين تروح تلقاهم. هاد الكاليتي هادوما صراحه انا راح يديرونجيوني وراح يديرونجيو بزاف لي فامي اللي يجوا لهنا. انا علاش خيرت نجي لهاد البلاصه، بروفيتيت هاد اليامات كيما راكو تشوفوا مشمسه الحاله، البحر راهو كالم، حبيت نجي لهنا فامي، جبت بناتي يلعبوا شويه لهنا كاين اللي تاع كيما قلت لكم. دونك جوست ويكاند له ما شاء الله. بالنسبه للاسعار هاد لا بيريود هذه ماشي لاوت سيزون راح يتبدلوا في الصيف مور رمضان، راح تكون هضره واحده اخرى، راح يكونوا دي بري واحد اخرين سيرمون راح يزيدوا.
هكذا نورمالمون بارطاجيت معكم كامل واش كاين في هذا الكومبلكس هذايا. ليكيب حبيت ندوموندي لكم حاجه، هذا اللي خرجتكم لهنا انستغرام ديالي، اللي عنده كاش كيستيون، اللي عنده كاش ديطاي بالك مانيش نقولوا في الفيديو حب يعرفوا يتفضل، راك عند روحك. وهكذا نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في روحكم، تلاقاو في فلوق واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.